وبكده تقدر تلغي عدد اللايكات على بوستاتك من خلال الخيار ده. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده عن ازاي تلغي عدد التفاعلات على منشوراتك على الفيسبوك بكل سهوله. بندخل على الفيسبوك، بعدين بنروح للقائمه دي، بننزل تحت هنا عند الاعدادات، وبعدين بتروح هنا عند تفضيلات التفاعلات. هتلاقي هنا عندك خيارين، اول واحد هو لما تفعله فانت كده مش هتشوف عدد التفاعلات او اللايكات على البوستات بتاعت الناس او الاصدقاء اللي عندك. تاني واحد هو لما تفعله كده الناس مش هتشوف عدد المتفاعلين على البوست بتاعك. ياريت لو عجبك الفيديو متنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتشوف بقى الفيديوهات.